الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من إن بوكس على قناه صدى البلد. النهارده ان شاء الله معانا فقرات حلوه، بس في البدايه اسلم على فاروق. ازيك يا نوره؟ ازيك يا فاروق؟ اخبارك ايه؟ الاخبار كله كويس؟ الحمد لله. طب يا جماعه، يعني في البدايه حابين نوجه التعازي لاسره الفنان هادي الجيار. ورحل عنا الفنان يمكن في وقت متأخر امبارح بالليل، يعني كلنا صحينا النهارده على خبر وفاته. طبعا كل أسرة نقابة المهن التمثيلية وكمان الوسط الفني كلهم طبعا نزلوا نعي على رحيل الفنان هادي الجيار. وهادي الجيار أكيد طبعا أثر فينا بأغلبية أعماله الفنية، ويمكن كمان كان مؤخرا هيشارك في آخر عملين الاختيار 2 ومسلسل موسى. مظبوط كده، ربنا يرحمه يا رب ويصبر كل أهله. يمكن هو يعني توفى بعد إصابته بفيروس كورونا، يمكن أيام قليلة بس من إصابته، وبعدها توفى على طول. ويمكن السبب في ده أنه هو كان عامل عملية قلب مفتوح قبلها بحوالي شهرين أو حاجة كده، فيعني نصيب أكيد ومكتوب، ولكن كان فيروس كورونا هو السبب في وفاة الفنان هادي الجيار. ويمكن هو من أكتر الناس من وقت فيروس كورونا ما ظهر السنة اللي فاتت، وهو كان طول الوقت بيحاول أنه هو يحذر الناس وبيقول قد إيه أنه الموضوع جد وأنه مش هزار وأنه حاولوا أن أنتوا تلتزموا، ولكن يعني ده كان نصيبه. هادي الجيار من مواليد 1949، وحاصل على المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم حوالي 200 عمل فني ما بين سينما ومسرح وتلفزيون. أثرت فينا بشكل كبير جدا، وأعمال فنية جميلة، ومنها الدراما والتراجيدي وكمان أعمال مسرحية وسينمائية، وقدم يعني ما يقرب من 200 عمل فني سواء كان في الدراما أو في السينما أو كمان في المسرح. وأكيد كمان الوسط الفني والإعلامي والثقافي نعى الفنان الراحل بعبارات مؤثرة جدا. ويمكن كمان يعني كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة نعت الفنان هادي الجيار، وقالت إن الراحل قدم مسيرة فنية كبيرة في السينما والمسرح والتلفزيون، وبدأت في ستينيات القرن الماضي، وترك خلالها بصمة كبيرة في الأسر المصرية والعربية بأدواره التي عبرت عن واقعنا ومشاكلنا بشكل كبير. وكمان توجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبينه، دعية الله عز وجل أن يتغمده برحمته. مظبوط. ويمكن برضو من أكتر الكلمات المؤثرة للفنانين كانت كلمة الفنان محمد صبحي اللي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. رحل اليوم الفنان والإنسان الرائع هادي الجيار، صديق عمري وزميلي ودفعتي بمعهد الفنون المسرحية. بكل الأسى والحزن والألم أدعو الله لك بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنك فسيح جناته، والأسرة والأصدقاء الصبر والسلوان. أمين يا رب، وربنا يرحمه يا رب ويصبر أهله ويصبر كل الناس اللي كان بتحبه ويصبر كل جمهوره كده اللي كان بيحب أنه هو يتابعه. هادي الجيار يعني حقيقي كل الناس يعني متضايقة وزعلانة عليه وعلى رحيله، وأكيد طبعا يعني إصابته كمان بفيروس كورونا على ما أعتقد يعني الناس لازم تحط في دماغها وفي الاعتبار أن الموضوع مش هزار، وأن القصة اللي موجودة دلوقتي احنا بنشوف ربنا رب كده يعني يشفي مرضانا ويستر على كل أهالينا وعلى كل المعارف بتاعتنا والناس كلها. يعني أن نحط بقى في دماغنا كده أن أي حد يا جماعة يخلي باله من اللي حواليه، أن الموضوع بجد دلوقتي بقى مقلق جدا. بنشوف يوميا إصابات ووفيات وناس كتير على جداً. الفيسبوك صح. على السوشيال ميديا لأغلبية الناس اللي ممكن بنعرفهم والناس مقربين، ومنهم كمان الناس اللي احنا بنحبهم الفنانين. طبعا هو أجل وعمره مكتوب وكل حاجة، بس دايما ناخد بالأسباب. ما حدش يعني يقول إن الموضوع عادي وخلاص، ولا قدر الله ممكن يصاب بكورونا ويقول ده قدر ومكتوب. لا، خلي بالنا برضو إن احنا يعني نخلي بالنا من اللي حوالينا. طبعا ربنا يرحم الفنان الكبير هادي الجيار. امين يا رب. طيب النهارده ان شاء الله بقى فقراتنا هنبدا نقول لكم ايه هي. بعد اول ساعه يكون معانا فقره عيش صح، وبعدها ان بوكس في كبسوله مع دكتور باهر السعيد. ويمكن موضوع حلقتنا النهارده هو برده يخص فيروس كورونا، وازاي ممكن ان احنا نقي نفسنا من الموجه الثانيه لفيروس كورونا. حلقه مهمه، خليكم متابعين. عظيم جدا. اما يا جماعه يعني الفقره الاخيره هيكون معانا بنوتة، وهي يعني عندها قصة حلوة جدا.
يمكن دايما احنا بنتكلم عن اغلبيه الحملات وبنتكلم عن اغلبيه الجمعيات والمؤسسات الخاصه بكفاله واحتضان الايتام، وبنتكلم عنهم باستفاضه كده وبشكل مفصل وايه كمان اللي بيعملوه، وكمان ممكن بعض المشاكل اللي بتواجههم عشان خاطر نحاول كمان نحلها معاهم. احنا النهارده معانا امنيه المشد، وهي يمكن هتتكلم بقى عن قصتها ورحلتها في الكفاله، لكن هي اللي كانت يعني محتضنه عمرها 5 شهور وتم كفالتها، وما شاء الله النهارده هتكون منورمه ويعني عروسه. هنتكلم معاها بقى كده بشكل مفصل عن رحلتها وكمان عن اهلها، يعني اللي هم الناس المحترمين اللي كانت موجوده في وسطيهم. بالظبط كده، فقره هتكون مهمه جدا ان شاء الله. اما الفقره اللي جايه بقى فهنتكلم برضو عن فيروس كورونا، اكيد خلاص ما بقاش شاغلنا غيره، ولكن يمكن في الموجه الثانيه لفيروس كورونا بقينا للاسف نشوف اصابات كتيره جدا ما بين الاطفال، وخاصه الاطفال الرضع. يمكن كنا بنحس شويه ان احنا في امان السنه اللي فاتت، انه كان اغلب الكلام انه الاطفال الصغيره مش بيجي لها كورونا، ممكن تكون حامل للفيروس ولكن مش بيتم اصابتها بيه، ولكن للاسف انه مع الموجه الثانيه بقينا نشوف حالات كتير جدا للاطفال عندها فيروس كورونا، ويمكن بيكونوا لسه فعلا رضع يعني كام شهر وبيتصابوا بالفيروس. عشان كده يكون معانا على التليفون الدكتور عبد الله عرفه، اخصائي طب الاطفال، عشان يفهمنا اكتر يا ترى ايه هي اسباب اصابه الاطفال الرضع بفيروس كورونا. عظيم جدا. أما دلوقتي طبعا بنتكلم عن أهمية الرياضة في حياتنا، وبالنسبة كمان أهميتها للأطفال وللشباب بقى بشكل عام، سواء الولاد أو البنات. يعني الجميل في الموضوع إيه؟ إن إحنا كان عندنا في بعض الرياضات اللي ممكن ما بنشوفهاش موجودة في أغلبية المحافظات أو بالأخص في الصعيد، بتلاقي كده ممكن في كم لعبة كده شوية مش موجودين بشكل منتشر زي اللي في القاهرة أو في اسكندرية. من فترة تم افتتاح مدرسة لتعليم ركوب الخيل بالنسبة للأطفال والفتيات، يعني هي مركزة جدا على ان هي تعلم الرياضة دي او ممارستها، يعني وهي مش سهلة، هي صعبة بالنسبة للأطفال وكمان للبنات. وطبعا دي تعتبر اول مدرسة لتعليم ركوب الخيل في الصعيد بشكل عام الحمد لله، والمدرسة دي لاقت نجاح كبير واستحسان في معظم المحافظات يعني ناحية الصعيد الحمد لله، وده برضو حاجة يعني بنشوف فيها أمل كبير إن احنا عندنا الحمد لله برضو في بعض الرياضات اللي دخلت في القصة دي بشكل كبير، ولازم ندعمها بشكل أكبر كمان. ده حقيقي، ويمكن رياضة الفروسية عامة أو ركوب الخيل بتكون من الرياضات اللي مش سهلة على أي حد، وخصوصا لو كانت بنات، يعني نادرا لما بنشوف ده، لان هي بتحتاج تركيز عالي جدا، بتحتاج لياقه بدنيه بشكل معين، وحلو ان احنا نلاقي التشجيع والدعم والمواصفات دي موجوده عندنا في الصعيد، انه فكره انه الاهالي كمان بقوا يشجعوا بناتهم ان هم يتعلموها وبيدعموهم، ما بقيناش بقى ماشيين ورا فكره انه عيب ولا ما يصحش ولا الحاجات دي كلها. زي ما قال كده فاروق انه المدرسه دي موجوده في الصعيد، ويمكن موجوده في محافظه انا بشكل خاص، ولكن الحاجه اللي مش ظريفه قوي في الموضوع زي ما بيقولوا كده انه الحلو ما يكملش، انه لحد دلوقتي الابطال دول مش قادرين يشاركوا في اي مسابقه رسميه بسبب او بطوله بسبب عدم تقييدهم في اتحاد الفروسيه لحد دلوقتي. اكيد طبعا احنا عارفين يا جماعه ان اي مدرسه او اي اكاديميه بتبقى خاصه، ومن الصعب شويه ان هي ممكن تبقى تابعه لاي اتحاد مش بس الفروسيه، لكن احنا بنتكلم ان دي ليها مواصفات خاصه، ان دي مدرسه لتعليم الفروسيه او ركوب الخيل في الصعيد يعني، ودي مش منتشره بشكل كبير، فهنا لازم يكون بقى في مراعاه بشكل يعني خاص شويه بالنسبه ليها، ان هي يعني نشوف ممكن ازاي يبقى في ضوابط ليها، ان ممكن اللعيبه ازاي يتم يعني تأييدهم بقى داخل اتحاد الفروسية، عشان بقى نعرف أكتر وبشكل مفصل عن الأكاديمية أو المدرسة اسمها مدرسة بلاك هورس. معانا على التليفون الكابتن كريم طلحة، مؤسس مدرسة بلاك هورس. يا كابتن كريم. أهلا وسهلا يا فندم. مساء الخير، أخبارك إيه؟ تمام بخير الحمد لله. كل سنة وأنت طيب وبخير. وحضرتك بخير يا فندم. أولا أنا بشكر سيادتكم على اهتمامكم بالموضوع. شكرا. وثانيا يا فندم يعني الموضوع سهل جدا عندنا، وطلباتنا بسيطة ومحدودة لا بص قبل الطلبات كده يا كريم، يعني حابين نعرف منك في البداية ليه فكرت أصلا أن أنت تعمل مدرسة لتعليم ركوب الخيل وفي الصعيد؟
يا فندم الموضوع اصلا هوايه عندي اكبر عن جد. يعني هي هوايه وبعد كده الفكره تطورت انا واخويا هاشم. فحبينا ندور الفكره وقعدنا ندور على مكان مناسب يكون وسط البلد مش بعيد. علشان ما نرهقش اغلب الناس يعني يكون وسط البلد قريب على كل الناس يعني. تمام. وفعلا تم الاتفاق مع النادي ونادي هنا الرياضي وكانوا بصراحه قدموا لنا جميع التسهيلات ان هم بالذات لما سمعوا فكره الفروسيه يا فندم. ان دي حاجه جديده عندنا في الصعيد كله ككل يعني. تمام. وقدموا لنا بعض التسهيلات وبالفعل تم انشاء المدرسه فكان الطريف معانا والمفاجاه معانا لما لقينا بعض او اغلب المشتركين جم منهم بنات. تمام. بنات وحضرتك في الصعيد عندنا فاضطريت على طول ان انا اوفر مدربه للبنات. طيب عظيم. عشان احنا اقصى الصعيد يا فندم زي ما حضرتك فاهم. مش عيب في بس في عادات وتقاليد يعني. فانا حبيت التزم بها شويه يعني من الطريف ان لما حضرتك تبعت بنتك تتدرب فروسيه تكون مع مدربه يعني. تمام. كان الموضوع صعب ما حدش يعرف الموضوع جديد. اضطريت ان انا استعين بمدربه هولنديه كانت في الاقصر. بس يا فندم يعني وتحملت تكاليفها وكل حاجه ان هي تاجي علشان خاطر تدرب البنات. عظيم. لحد ما تم الحمد لله تدريب احد المتدربات كانت محبه جدا ومعانا من اول يوم. حاليا بقت مدربه هي معايا للبنات اسمها هي علاء. طبعا شطارتها هي اللي وصلتها لكده ان هي بقت بتتدرب يومي 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 لحد ما وصلت دلوقتي المستوى ان هي بتدرب البنات يا فندم. ولقيت يعني الاهالي واولياء الامور مبسوطين جدا من الموضوع. العدد في تزايد سواء اطفال او شباب. ووصل عندي يا فندم ان في ناس كبيره عندي في الخمسينات بتيجي تركب. لان الموضوع منعدم يعني كل الفئات وكل الاعمار جميع الفئات العمريه اللي حضرتك تتخيلها لان احنا كلنا عارفين ان الفروسيه ما لهاش عمر. اكيد. جميع الفئات يا فندم كل الناس بتهاجم جميع فئات المجتمع ككل برضه هي هوايه وموهبه ممكن نجاح كبير قوي يعني. حلو. طيب قول لي برضه يا كريم يعني ردود الافعال بقى من الناس كانت عامله ازاي لما فتحتوا المدرسه دي؟ لا ردود الافعال يا فندم في ناس اولا يعني خدت الموضوع بضحك يعني اللي باستهزاء شويه اللي هو يعني فروسيه وهتعلمهم فروسيه وسيبهم يتعلموا لهم حاجه مفيده طب هو في افاده اكثر من الفروسيه يا فندم؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنفسه اشاد نعلموا اولادكم الرمايه والسباحه وركوب الخيل. بس يا فندم فده كان ردي دايما مع اي حد يعني غير مطلع او غير قارئ او غير فاهم. ده بس ردي عليه ما كانش في رد تاني. والحمد لله هم مش كتير يعني برضه. تمام بس بدايه كويسه. الغالبيه العظمى. نعم يا فندم. بقول لك كبدايه كويسه يا كابتن. يعني كبدايه برضه حاجه كويسه وحاجه تشجع برضه اهل الصعيد ان هم يعني يشتركوا معاك في المدرسه. ده شيء تتخيل جدا. تتخيل حضرتك ان انا عندي مشتركين من سوهاج ومن الاقصر. بيجوا لك من باقي المحافظات. بيجوا من باقي المحافظات وانا مخصص لهم يوم الجمعه. اجازه. خاص بيهم هم علشان جايين من سفر فبياخدوا بدل ما حصتين في الاسبوع بياخدوهم يوم واحد يوم الجمعه. ويوم الخميس ده بخليه حر بقى حضرتك لبقيه الناس. يعني مش بخلي فيه مشتركين. ايوه. بخليه حر للناس اللي حابه تجرب. فالناس حفظت ان يوم الخميس ده بقي حر للناس اللي حابه تجرب يوم الجمعه للمغتربين بقيه الاسبوع للمشتركين. حلو. حتى البنات ليهم ايام خاصه بيهم يا فندم. كويس. مش كله يعني بيتدرب مع بعض. لا لا البنات ليهم طقوس خاصه في التدريب بان يعني بنقفل الباب. عدم الاختلاط بتعمل انت يعني سيستم عندك للمدرسه. طيب كلمني ايه طموحك بالنسبه لمدرسه الفروسيه بتاعتك؟ يعني انت عايز تعمل منها ايه؟ والله يا فندم انا كل طموحي ان المستويات اللي الواحد تعب معاها واللي هي تعبت في ان هي توصل للمستوى ده ان هي تطلع للنور والناس تشوفها. اطفال، بنات، شباب حتى هم برضو يعني ده مش طموح كريم بس طموحهم هم كمان يا فندم ان هم نفسهم حد يشوف مستوياتهم وصلت لايه وفعلا مستويات عاليه جدا. لان انت عارف عندنا احنا في الصعيد برضو يعني ما شاء الله الاطفال عندهم جراءه زايده. يعني انا عندي اطفال 10 سنين يا فندم بتطير بالحصان بتطير من على الارض.
وعشر سنين. طب معلش انت بتدربهم على ايه يعني؟ ركوب الخيل ده ما هو منه انواع كتيرة. منه قفز بالسدود، الجري الحر، منها الكلة، يعني انت بتعمل ايه بالظبط خاص بالفروسية؟ عملنا كل حاجة واتدربنا على كل حاجة ما عدا قفز الحواجز. لان المكان عندي ما يساعدنيش، المكان ضيق برضه ومحدود. يعني يا فندم انا ما اقدرش اتحمل مسؤولية قفز حواجز وانت مش مسجل في الاتحاد، وبعدين يعني عارف هو ده الحافز اللي انا عايش بيه معاهم، لو ان شاء الله لما هنتسجل في الاتحاد هنفعل على طول نظام قفز الحواجز. وهم عايشين معايا على الامل ده برضه. ان شاء الله باذن الله. يعني اصل يا فندم حواجز يعني بطولات. انا مش هتعب واتدرب واعمل وفي الاخر ان انا بس بابا وماما يقولوا لي جود حبيبي شكرا، فاهم يا فندم؟ طب هو انتوا ليه ليه ما تسجلتش لحد دلوقتي في الاتحاد؟ والله يا فندم ما هو ان شاء الله باذن الله ربنا يسمع منكم واصواتنا واصواتكم توصل ان شاء الله. وانا فندم على اتم الاستعداد لاي لجنه تقييم من الاتحاد، من وزاره شباب الرياضه، من اي حد تقييم ايه المستويات المواصله عندنا، مستوى الخيول، مستوى النادي كنظافه ورعايه والمدربين برضه. وبالتالي يا كابتن على ما اعتقد بيبقى الاتحاد يعني على ما اعتقد الاتحاد بيحط بعض الشروط اللي يجب توفرها في بعض الانديه او المراكز الشباب يعني اللي هي المفروض تكون بتقنيات محدده يعني علميه رياضيه من حيث ان انت بعد كده تبقى مسجل في الاتحاد. فانت لما انت دلوقتي مدرسه خاصه مظبوط كده، مدرسه فروسيه خاصه حلو بس تابعه للنادي يعني داخل النادي. هل النادي بقى نفسه النادي ما ينفعش هو يخاطب الاتحاد كدي رياضه داخل النادي عنده؟ والله يا فندم ما هو علشان النادي مديني كمستأجر او خاص في النادي عنده، لان برضه الفكره يا فندم كله كان خايف منها ان هي تفشل تنجح، فاهمني حضرتك؟ ما انت لو اتقيدت في النادي كرياضه خاصه تبع النادي زي السباحه زي كره القدم هيبقى النادي ممكن يخاطب الاتحاد بمنتهى البساطه، عكس ان انت تكون مأجر ارض داخل النادي مثلا وبالشهر، فاهم؟ يا ريت يا فندم انا يعني انا الامور تبقى اسهل شويه يعني. انا كل اهتمامي او كل همي حضرتك ان اتسجل في الاتحاد عشان اشارك في البطولات، مش عايز حاجه ثانيه غير ان انا اشارك. اشارك بطوله بالاولاد اللي معايا والمشتركين اللي معايا. ده كل همي. عن طريق النادي يا فندم، عن طريقنا احنا، عن طريق اي حد. في اكاديميات كتير على فكره يا فندم عرضت علينا الدمج اللي هم يخلوني اشارك في بطولات بخيولهم بس بالمشتركين بتوعي. بس انا رفضت. لان كده معلش كده احنا لغينا نفسينا وتعبنا ومجهودنا راح وهيتنسب لغيرنا. لا لا صح. طيب دعم، طيب دعاية، طيب طيب ولا اي شيء انا وافقت بيه حضرتك ومنتظر. ان شاء الله يعني باذن الله ان شاء الله اكيد يعني ان شاء الله الفكره هتلاقي نجاح اكتر من كده. يعني كل التوفيق ليك يا كابتن كريم وان شاء الله تحقق كل حاجه كده نفسك فيها وخطوه حلوه اكيد بنشجعك عليها. شكرا ليك ونورتنا. حلو جدا وحلو انه فعلا في اقبال من البنات وحلو ان هم عندهم هدف وعندهم طموح وعايزين يكملوا في الموضوع، فان شاء الله يا رب كده ربنا يكرمهم ويدخلوا بطولات ويتأيدوا باذن الله في انا مع انتشار النوعيات دي من المدارس اكيد او الاكاديميات يعني ده مهم جدا في اي رياضه بقى يعني بنتكلم ركوب الخيل يمكن فيه صعوبه شويه وعايز مهاره شويه بس لا مهم يبقى عندنا فيه انتشار والحمد لله عندنا زي كابتن كريم كده ان هو بيبادر ان هو يبقى عنده مدرسه متخصصه في ركوب الخيل كتر خيره طبعا. طيب دلوقتي بقى ندخل في فقرتنا التانية وهي ليه يا ترى بيتم إصابة الأطفال الرضع بفيروس كورونا. يمكن زي ما كنت بقول كده في البداية إن كل الناس كانت حاسة بالأمان شوية السنة اللي فاتت إنه الأطفال مش بيتصابوا ولكن ممكن يكونوا كارير للفيروس، إنما السنة دي لقينا إصابات كتيرة جدا ما بين الأطفال الرضع، وللأسف إنه دول يعني صعب ان هم يتكلموا او صعب ان هم يعبروا عن اللي حاسين بيه، ففي اهالي كتير ممكن ما يكتشفوش ان ولادهم اصلا عندهم فيروس كورونا. ويمكن كمان من الخطوات الايجابيه اللي عملتها الحكومه المصريه هو تخصيص مستشفى عزل خاص لاستقبال حالات الاطفال المصابين بفيروس كورونا عشان تقدم لهم الخدمات الطبيه المناسبه ليهم. بصوا يا جماعه يعني احنا بنتكلم هنا باستمرار يمكن بقالنا فتره بنتكلم عن الشكل الجديد للكورونا او الموجه الثانيه للكورونا عامله ازاي وبعض الدول اللي حوالينا ازاي بتعاني منها واحنا كمان برضو
بقى عندنا اغلبيه الاصابات بشكل مختلف عن الموجه الاولى. يمكن الموجه الاولى كنا بنشوف ان الاطفال مش بيتصابوا بسهوله بالكورونا او بعض الشباب يعني، دلوقتي بقينا بنشوف الاطفال بقى عرضه بشكل كبير جدا للاصابه بفيروس كورونا، والشباب نفس الكلام. والاكثر خطوره بقى بالنسبه لنا ان احنا بقينا بنشوف اطفال رضع، يعني اطفال ايام لسه مولوده بيصابوا بالكورونا، اطفال عندهم شهور شهر وثلاث شهور بيبقوا مصابين بالكورونا. طبعا الموضوع هنا بقى كارثي بالنسبه لنا، ان احنا بنفتكر ان الاطفال بقى عندهم مناعه ومش بيصابوا بالكورونا، لكن لا، هم كمان نفس الكلام عرضه. اللي حط في دماغه بقى ان عشان بنبوس الاطفال، عشان بنحضنهم، عشان لو احنا ما بناخدش الاجراءات الاحترازيه بالكمامه حواليهم، لا، هم كمان بيتصابوا. وعلى فكره لا، هنتكلم ان في اطفال ممكن اعمارهم اكبر شويه، يعني عندهم 7 8 10 سنين، فممكن دول نديلهم بعض الادويه اللي نحاهم بيها، لكن اطفال اللي هم اللي في اعمارهم الصغيره جدا ايام، بيبقى الموضوع هنا فيه خطوره كبيره جدا، والتصرف بيكون اصعب شويه. صح، ويمكن بقينا نشوف اهالي كتير قوي بيبقوا يعني مستهترين بموضوع صحة أولادهم، أنه عادي أي حد يشيلهم، أي حد يحضنهم، أي حد يبصهم، ومعتمدين على فكرة أنه لا، كده كده مش هيحصل لهم حاجة. وبنشوف بقى الأسوأ أنه في أهالي بتقولك لا عادي، سيبوه يتعرض وسيبوه يقابل ناس ومش عارفة إيه، أو يعني يبقى فيه اختلاط ما بينه وما بين الناس عشان ياخد مناعة. فاللي هو يعني ده فيروس جديد وما هوش جور برد، عادي ياخد مناعة من إيه؟ فيروس جديد ولسه ما حدش عارف يمسك له حاجة، أو لسه مش قادرين نتوصل لعلاج ليه. فاللي هو يعني إيه أن أنا أغامر بصحة ابني اللي لسه عنده كام يوم ولا كام شهر وأقول أصله هياخد مناعة؟ ما فيش حاجة اسمها كده يعني. طبعا الموضوع يعني احنا علميا مش فاهمينه، او احنا بنحاول دايما باستمرار دخل معانا بعض الدكاترة المتخصصين، ونجيب معانا هنا في البرنامج عفوا ان هم يتكلموا معاكم باستفاضة عن القصة دي، عشان خاطر يعني نحاول احنا نستفيد ونفيدكم كمان، لان احنا كل يوم للأسف نورة في جديد. صح، يعني حتى احنا فقرتنا الاسبوعية مع دكتور باهر السعيد واللي هتكون معانا النهاردة ان شاء الله بعد الهوا يعني كمان ساعة ونص، هتلاقوا ان الدنيا برضو بنتكلم عن الفيروس، هنتكلم ان شاء الله عن الفيروس باستفاضه، وهنديلكم برضو بعض المعلومات الجديده اللي ممكن نخلي بالنا منها. فاكيد طبعا احنا بنحاول نجيب اي متخصص عشان خاطر يفيدنا بالمعلومات. فاحنا يعني المفروض ان شاء الله هينورنا. احنا معانا اوريدي. طيب دلوقتي احنا معانا الدكتور عبد الله عرفه، هو اخصائي طب الاطفال، معانا على التليفون عشان يقول لنا بقى ايه سبب اصابه الاطفال الرضع بفيروس كورونا. دكتور عبد الله، مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء النور وكل سنه وحضرتك طيب. وانت بصحه وسلامه، رب كلنا بخير وكل المصريين بخير دايما كده ان شاء الله. امين يا رب. ربنا يعدي الجائحه دي على خير باذن الله. امين يا رب. طيب دكتور، في البدايه كده يمكن احنا كنا لسه بنتكلم انه السنه اللي فاتت ما كناش بنشوف اصابات كتيره ما بين الاطفال والرضع بالتحديد بفيروس كورونا، السنه دي الموضوع اتغير شويه، يا ترى ايه سبب مهاجمه الفيروس للاطفال الرضع؟ طيب، هو مبدئيا كده الموضوع احيانا فيه بيكون خلط شويه. هو احنا الموجه اللي فاتت برضو كان فيه تاثير الى حد ما على الاطفال موجود وبيحصل، بس كان تاثير محدود جدا، كان لا يكاد يعني لا يكاد ان احنا ناخد بالنا منه زي ما كان التاثير موجود على كبار السن وعلى الاشخاص اللي عندهم مشاكل او الناس اللي بتدخل رعايات كتير. كانت الاطفال في الوقت ده بيحصل لهم برضو العدوى وكل حاجة، بس الفكرة كلها ان الاعراض عندهم كانت بسيطة جدا وكانت بتعدي الى حد كبير من غير ما ناخد بالنا منها. تمام. الموجة الثانية كانت اشد في الانتشار شوية، وهنا لازم نقول معلومة ان الاطفال ما كناش رصدنا عليهم اي حاجة بتخلينا نقول ان هم اقل في ان هم ممكن يجي لهم الفيروس او يحمل الفيروس من مكان لاخر. بالعكس تماما، الاطفال اللي اتعمل لهم فحوصات واللي اتسحب لهم مساحات كنا بنلاقي حاجه بنسميها الفيروس لود، او كميه الفيروسات اللي موجوده عندهم هي نفس كميه الفيروسات اللي موجوده عند الاشخاص البالغين، بس كانت الاعراض عليهم بتظهر اقل شويه. تمام. الموجة الثانية عدد الأشخاص المصابين كان أكثر، وبالتالي عدد الأطفال برضو كمان المصابين بقى أكثر، فبدأت تظهر في أطفال عندهم برضو نفس الفكرة، عندهم شوية مشاكل طبية مزمنة، سواء كانت مشاكل القلب مثلا على سبيل المثال، أو على مشاكل المخ والأعصاب، أو المشاكل الصدرية المزمنة، فبدأوا يظهروا عليهم وتظهر عليهم الأعراض
ويحتاجوا ان احنا نتدخل معاهم طبيا او نتابعهم طبيا، سواء ده عن طريق الحجز المنزلي او عن طريق الحجز في المستشفيات. تمام. الصورة الكاملة للأطفال المصابين في الموجة الثانية دي هي الفكرة، بس كلها ان عدد الأطفال بقى أزيد من قبل كده. تمام. وبقينا كمان بنشوف ان الأطفال الرضع حديث الولادة بأعمار قليلة جدا، كانت تكون أيام يعني. تمام. انا شخصيا يعني شفت حالة كان عمرها حوالي 17 يوم، ودي كانت من الحالات اللي هي جديدة علينا او ان احنا نشوفها كتير، ان طفل في السن ده تظهر عليه اعراض الكورونا والاشعاعات تاكدها والمساحات كمان تاكدها. تمام. فبقينا ناخد بالنا جدا من الاعراض اللي بدات تظهر على الاطفال، واللي ممكن تقول لي الطفل ده ممكن يكون مصاب بكورونا. المشكله اللي كانت بتظهر لنا اكتر ان الاطفال دول الاعراض اللي ظهر عليهم هي اعراض مش متخصصه، ما اقدرش اقول عليها هي اعراض الكورونا بس، لان يعني هي مشتركه مع امراض كتير جدا بتصيب الاطفال، وخصوصا فتره الشتاء اللي احنا فيها. الحمى، البرد. بالظبط. زي ارتفاع درجه الحراره، الام البطن المتكرره، بس في الكورونا بتكون اصعب شويه. الاسهال، الترجيع، الام العضلات والام العظام، احيانا بيظهر عليهم كمان بقع على الجلد بشكل راشد. كل الحاجات دي اترفضت ان هي موجوده في الاطفال من سن زيرو، من لسه من حديث الولاده لحد تقريبا 16 سنه. وبقينا بنشوفها، يعني بقينا بنشوف الاعراض دي موجوده طول الوقت يعني. طيب دكتور، دلوقتي الكبار او الشباب الكبار شويه يعني بيبقى عندهم برضو يعني ايه الى حد ما يعني المناعه ممكن تقاوم شويه، وبرضه بقى في صعوبه في المسحه، يعني بالنسبه للمسحه برضه الاطفال اكيد الموضوع فيه صعوبه شويه ليهم يعني. بالنسبه بقى للي هم الاطفال الرضع، ازاي بيتم معالجتهم، وازاي كمان هنا ممكن اكتشف ان ابني لا قدر الله او بنتي اتصابت بالفيروس؟ طيب، هو مبدئيا بما اننا في جائحه بتجتاح العالم كله، فكل الاعراض لما بتظهر او اي اعراض بتظهر بتخلي الطفل هو موضع شك. تمام. فاحنا دايما بنتعامل مع اي اعراض جديده على الطفل، وخصوصا لو كانت احنا شايفينها بدون سبب واضح بالنسبه لنا، بنقول عليها كورونا الى ان يثبت العكس. وده حاجه بتساعدنا على ان احنا نقلل من انتشار الفيروس، وده الهدف الاكبر اللي بتتوجه ليه الدوله دلوقتي، ان احنا نحاول نجمع الافراد المصابين ونخليهم تحت عينينا بحيث ما ننشرش العدوى اكتر. تمام. تمام. الاطفال اعراضهم ما اختلفتش كتير عن الكبار، وهي زي ما قلنا من شويه برضه ارتفاع درجه الحراره والالام المتكرره للجسم، برضه الترجيع، الام البطن المتكرره، الام العضلات والام العظام، الام الرقبه، كل الحاجات دي هي حاجات بتحصل وبتخليني اشك ان الطفل ممكن يكون كورونا، لو انا مش لاقي اي سبب تاني اقول بيه ان الطفل ده عنده مرض تاني. فاحنا في الاول كده اول حاجه لازم نتفق عليها ان اي طفل هيصاب بالاعراض دي هتعامل معاه ان انا هحاول اعزله شويه واتخذ معاه الاجراءات الاحترازيه ضمانا بس ان هو ما يكونش عنده كورونا وينقلها لحد تاني. تمام. زي بالظبط ما بتعامل مع الشخص البالغ اللي بتظهر عليه اعراض، برضه بتعامل معاه بنفس الاستراتيجيه، يعني بحاول اعزله وبقول له لا خلينا مكان نتعزل منزلي وناخد بالنا من حاجات معينه، لو لا قدر الله حصل فيها حاجه فده هيكون الخطوه الثانيه. لما الطفل يظهر عليه الاعراض دي زي ما قلنا دلوقتي، لو الاعراض دي هي اعراض بسيطه وقادرين على التحكم فيها، يعني قادرين نتحكم في درجات الحراره، قادرين نتحكم في الالام اللي الطفل بيشتكي منها، والترجيع والام البطن لازم يكون فيها معاها فحص طبي علشان استبعاد الاسباب الثانيه لالام البطن المتكرره في الاطفال، وخصوصا الاسباب الجراحيه اللي هتخلي الطفل يحتاج تدخل جراحي يعني. فانا الترجيع والام البطن هي من الحاجات اللي لازم ليها تقييم طبي. لو الاعراض دي درجتها كبيره او الطفل بيشتكي لدرجه كبيره، وخصوصا في الاطفال تحت السنتين لو مانعين الاكل والشرب لفتره طويله وده هيخليهم يدخلوا في مرحله جفاف، فانا بتدخل معاهم بسرعه جدا، ما ينفعش ان انا اتاخر على الطفل الوقت ده.
تمام. بالنسبه للاطفال الرضع انا ببقى محتاج دايما ان الام تاخد بالها من طريقه الرضاعه ومعدل الرضاعه بالنسبه لطفلها. اي تاخير او اي رفض للرضاعه من الطفل لازم اكون واخد بالي منه وظرف ساعات وما تاخرش عن ده. لو الطفل رافض الرضاعه في ظرف ساعات لازم يكون معروض على الطبيب الخاص بتاعه بحيث يقرر اذا كنا محتاجين تدخل اكتر ولا احنا الامور ماشيه كويس وما فيهاش مشكله والطفل ما عندوش مشكله. خليني اقول لكم بس على حاجه، ان احد اكبر المشاكل للاطفال الصغيرين بالذات تحت السنه ان هم ممكن يدخلوا في جفاف بسبب رفض الاكل والشرب بسبب مرضهم. يعني هو رافض ان هو ياكل او يشرب سواء رضاعه او اكل، فلازم الام تتابعه كويس وتشوف بياكل او بيشرب ولا لا. ده مهم بالضبط. جدا فدي مهمه جدا ان احنا ناخد بالنا منها مع الاطفال الصغيرين جدا في السن. لو في اي رفض من ده لازم نرجع للطبيب الخاص بسرعه جدا. تمام دكتور، يعني نورتنا جدا وافدتنا، واكيد يعني افدت ناس كتير جدا ممكن يكون شغلها الموضوع ده. دكتور عبد الله عرفه اخصائي طب الاطفال، نورتنا جدا، شكرا ليك. شكرا جدا ليك يا دكتور. نخلي بالنا يا جماعه، واي ام يعني ربنا كده قومه بالسلامه وولدت، لو سمحتي يعني الرضاعه تبقى لوحدك، يعني ابعدي خالص، يعني حاولوا يا جماعه تخلقوا جو كده صحي مهيئ ليهم لوحدهم كده، بلاش بقى الاسبوع ولا تجمعات ولا الكلام اللي ملوش لازمه ده دلوقتي خالص خالص، عشان خاطر ربنا يسترها على الناس كلها باذن الله يا رب. طيب احنا كده خلاص خلصنا معاكم الفقره دي، وبعد الفاصل بقى هنستقبل معاكم امنيه المشد، وامنيه عندها رحله جميله كده، رحله بداتها من وهي عمرها 5 شهور لحد دلوقتي، نعرف بقى ايه الرحلة بتاعتها دي بالتفصيل. خليكم معانا. يمكن اتكلمنا كتير عن فكرة الاحتضان وعن فكرة الكفالة، وكان معانا هنا ومنورنا ضيوف بيعملوا حملات للتوعية وبيتكلموا في تفاصيل كتير جدا، وازاي لو اي حد حابب ان هو يتكفل طفل يعمل ايه، وايه الخطوات، وايه كمان القوانين اللي بتحكم الموضوع ده. ولكن النهاردة الحقيقة ضيفتنا ضيفة مختلفة جدا، هي يعني نموذج حي كده على فكرة الاحتضان والكفالة في مصر. معانا أمنية المشد، يا أمنية أصلا تم كفالتها وهي عندها 5 شهور وقررت ان هي تطلع وتحكي حكايتها لكل الناس، يمكن من قبل كمان ما تبقى معانا هنا في البرنامج حكت على السوشيال ميديا عشان تشجع الناس ان هم يقوموا بخطوه زي دي، وكل الناس اللي كانت حابه تعرف تفاصيل عن الموضوع أمنية قالت كل التفاصيل، وبتدعم حمله وبتدعم كمان فكره الاحتضان والكفاله في مصر. أمنية منورانا. عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. ازيك يا أمنية؟ الحمد لله. أمنية من 5 شهور دلوقتي عندك قد ايه؟ 27 سنة؟ 26 سنة. يعني عروسة. ربنا يخليك ان شاء الله كده جميلة. طيب أمنية، طبعا احنا يعني بنحيي فيكي شجاعتك انك لسه مؤخرا عملتي فيديو على السوشيال ميديا، اتكلمتي فيه مع الناس او الشباب بمنتهى القوة، وحبيتي تحكي تجربتك الشخصية علشان خاطر ما حدش يبقى في المجتمع عنده مشكلة او يحس ان هو منبوذ او الكلام اللي كنا بنحسه زمان ده. فاحكي لنا كده الموضوع بدأ معاك ازاي وليه قررت تعملي فيديو؟ اولا شكرا النهارده ان انتم مستضيفيني. هو الموضوع ابتدى انه انا كنت متابعه البيج بتاعت كفاله على الفيسبوك، وهم نزلوا بوست بيتكلم يعني بيسال الناس، بياخد راي الناس، انتم شايفين المفروض ان احنا نقول للطفل المكفول ان هو فعلا مكفول ولا لا؟ فانا كتبت كومنت انه انا من تجربتي الشخصيه ان انا اتقال لي من وانا طفله صغيره جدا، يعني من قبل ما اوعى الدنيا، انه انا كده، وان الموضوع خلاني طالع بقى بطريقه يعني تنشئه طبيعيه جدا مع الفكره، متصالحه مع الفكره، لانه كان ده الطبيعي بالنسبه لي. فبالتالي انا شايفه انه الصح انه يتقال للاطفال من وهم صغيرين عشان ما يعملش صدمه بعد كده. بالظبط، عشان ما يعملش صدمه، لان هو الطفل بيبقى طالع ما عندوش الحكم المسبق بتاع ان ده الطبيعي وده مش الطبيعي. صح. فانت هتعوده ان الحاجتين عادي وطبيعيين وما فيش اي مشكله، هيطلع ما عندوش مشكله. صح. لكن المشكله لما يعرف قدام. حلوه قوي، جميله جدا. الموضوع اتلخص في جملتين بصدق جدا. لا خلاص قوي. طيب أمنية احكي لي كده، اول لما يعني باباكي ومامتك حكوا لك الموضوع ازاي؟ يعني هل انت قلتي انه من البدايه خالص من وانت صغيره جدا طلعتي، كانت ايه الفكره اللي في دماغك او هم وصلوها لك ازاي؟ في الاول خالص عشان يقربوا لي الموضوع، لان طبعا طفله مش هبقى فاهمه بقى فكره اجراءات الكفاله والمواضيع دي كبيره. فهم قالوا لي في الاول انه
انه ان انا كنت بنت ناس صحابهم وهم توفوا فاحنا خدناكي ان انت تبقي بنتنا. خلاص طفله بقى مش هركز في التفاصيل يعني لو طيب ماشي وخلاص. لما كبرتي لما كبرت بقى شويه حسيت انه طب ليه ما فيش صور ليهم؟ طب احكوا لي اي حاجه عنهم؟ لا مش عارفين. فاللي هو حسيت انه طب دول صحابكم. فساعتها بابا بقى فهمني ان هم طلبوا يعني قدموا على طلب كفاله لما شافوني مره، فحسوا انه لا احنا عايزين ناخد الخطوه دي، فمشوا في الاجراءات والحمد لله توافق لهم وبس تم كمل. طب معلش سؤال تاني، هل مامتك وباباكي يعني عندهم اولاد او خلفوا بعد كده او قبل كده، ولا انت البنت الوحيده عن طريق كفاله؟ انا البنت الوحيده. عن طريق ما عنديش اخوات يعني. حلو. البنت الوحيده. طيب عايزين نتكلم بقى، يعني طبعا تحياتنا لبابا وماما يعني ناس محترمين وبنحييكم هنا من قناة صدى البلد وإنبوكس يعني، لكن عايز أعرف منك بقى يعني على مدار السنين دي كلها إزاي تم التعامل معاكي، الحياة كانت ماشية إزاي، يعني احكي لنا كده عنهم شوية. وأنا الصور أهو. سوري. لا يعني كان بيتعاملوا معايا معاملة عادي بنتنا، بالعكس كان يعني كنت بحس ان في دلع اكتر يعني كنت بحس ان انا متدلعة اكتر من الناس التانية. وده لحد دلوقتي والله مامتي لسه بتدلع فيا حبيبتي. ربنا يخليهم لك. فانا كنت حاسة انه لما بقارن مثلا بيني وبين صحابي اللي كانوا معايا في المدرسة او كده، بحس انه هي نفس العلاقة، نفس التعامل، نفس الحاجات اللي بنشد فيها عادي، اللي هو بقى وضبي اوضتك مش عارف ايه الحاجات دي. فهي كنت حاسة ان هي تنشئة عادية جدا، مفيش اي فرق بيني وبين اي حد تاني يعني. بس. طيب برضو يا أمنية، من خلال بقى السوشيال ميديا ومطلعتي عملتي فيديو وكلمتي وحكيتي تجربتك، كان الكومنتس اللي جات لك ايه وتعليقات الناس وتعاملتي معها ازاي؟ انا الاول لما ابتديت اقول اصلا على الموضوع كنت في الجامعة، لان قبل كده ما كنتش بقول، كانوا اهلي بيحسوا انه بلاش عشان ممكن حد يضايقك، فاللي هو لسه في السن الصغير مش هعرف ارد وممكن نفسيتي تتأثر. فما كانوش بيحبوا. في الجامعة حسيت انه دي مش حاجة ان انا مفروض ابقى خجلانة منها او اي حاجة، وبالعكس انا فخورة باهلي جدا ان هم خدوا الخطوة دي، لان في التسعينات محدش كان هياخد الخطوة دي. فكنت فخورة بيهم وكنت حابة انه لا انا عايزة اقول للناس، عايزة اقول لاصحابي عشان لما تقابلوهم تبقوا يعني عارفين انتوا قديمة مين. فحكت لهم، كان في ناس اتشجعت جدا من الموضوع وحسوا انه الله انت اهلك ناس فظيعة وكده. كان في رد فعل حيادي اللي هو احنا طيب اوكي لا الموضوع حلو وسكتوا، مش حابين ان هم يسالوا عشان ما يتطفلوش. في ناس بقى رد فعلها الاول اللي هو اوكي حلو، بعدين سمعوا بقى من يعني لما حكوا مثلا لحد سمعوا رد فعل سلبي للموضوع، فجم نقلوا رد الفعل السلبي ده ليا انه لا انت عايشه في الحرام، انت لا ده حرام او كده. فالموضوع انه عايشه في الحرام دي لما تتقال ايوه لو كبرت الموضوع قوي. فلا كانت جمله صعبه، بس يعني من ساعه بقى الجامعه لحد بقى ما اتخرجت واشتغلت، لما بحكي لحد بيبقى رد فعل ايجابي جدا، فكنت بتشجع. بعد كده حسيت انه لا انا محتاجه ازود الوعي اكتر عن الموضوع، فلما لقيت كفاله موجودين بيج وويب سايت وكل حاجه انضميت للفريق معاهم، وجت لنا فكره ان احنا نطلع في اللايف ده بحيث الناس تقدر تشوف، الناس تقدر تسمع، لو حد عنده اي اسئله يسال، فعن تجربه انا يعني بحاول اساعدهم. حلو قوي. عظيم جدا. طيب امنيه، ايه اكتر حاجه ممكن اتسالتي عليها من خلال الفيديو بقى؟ يعني اكيد في بعض التساؤلات اللي الواحد ممكن لو حتى قاعد مع نفسه يقعد يفكر فيها، اكيد في بعض الاشخاص بيمروا بنفس التجربه برضو عايزين يسالوا بعض الحاجات اللي انت ممكن مرتي بيها، يعملوا ايه؟ فكان ايه اكتر التعليقات اللي ممكن انت شفتيها ورديتي عليها؟ كنت بتسال سؤال، انت فعلا حاسه ان هم اهلك الحقيقيين ولا لا؟ فده كنت برد عليه انه اولا انا ما عشتش مع اهلي البيولوجيين عشان اقدر اقارن بين ده وده، انا وعيت على ده بابا وده ماما. فكنت بقول لهم كده، وكنت بقول لهم هو كمان مسمى الاهل الحقيقيين هو مش مجرد الجانب البيولوجي هو اللي بيقرر مين الاب والام الحقيقيين، لا هو التربيه يعني ده مشوار. فالفكره انه كنت بحس انه لا ما ينفعش يعني ما يتقالش على اهلي ان هم مش اهل حقيقيين، ده هم اللي تعبوا يعني. صح. فده كان بيبقى ردي على الموضوع، كان بيسألوا المفروض نقول ولا لأ للأطفال أصلا، إن مش عايزين نضايقهم، فهو المفروض
ان احنا اصلا ما نفكرش في الموضوع ان دي حاجه بتضايق، لا دي حاجه عاديه ودي حاجه المفروض الواحد ما يبقاش مكسوف منها، ده يفخر بيها ويفخر باهله. فكنت بقول لهم لا قولوا وحسسوهم ان دي حاجه عاديه، ما تتعاملوش مع الموضوع بحساسيه قوي لان هو مش مستاهل كل ده. فده كان اكتر سؤالين اتسالتهم بصراحه. طيب امنيه، برضو زي ما بيجي التعليقات سلبيه كده على الشخص لو حد كفله، بيكون برضو في تعليقات سلبيه على الاهل اللي هم قرروا ياخدوا الخطوه دي، من فكره انه طب بتتكفل بحد مش ابنك، مش عارفه ايه والكلام كله السلبي اللي بتفضل الناس تقوله. اهلك هل كان بيجي لهم تعليقات من دي وكانوا بيتعاملوا معاه ازاي؟ هما ما كانوش بيقولوا الموضوع، مش بيوصلوا لك يعني، لا هما ما كانوش بيقولوا اصلا للناس يعني دي بنتنا. بس يعني ممكن موقف مثلا او كده، يعني مش فاكرهم بالتفصيل بس فاكره رد الفعل مثلا بتاع مامتي اللي هو لا دي بنتي. فاللي هو ما حدش يقدر ان هو يقول حاجه غير كده لان هي بنتي مليون في الميه يعني. فلا كانت بتقفل الموضوع خالص، هو الموضوع بيتقفل ضبه مفتاح. ده ابني فالموضوع انتهى، دي بنتي فالموضوع انتهى خلاص. ما حدش بيجي له فضول ان هو يسال او يبقى عارف يعني يستفسر عن حاجات ورا الموضوع ايه. أمنية، طيب أنت دلوقتي من التجربة بتاعتك الحمد لله اللي ربنا يعني كرمك بيها، وأكيد طبعا كمان أنت وش الخير على بابا وماما يعني. عايز أعرف برضو أنت الفترة الحالية بتعملي إيه بقى مع الحملة اللي أنت شاركتي فيها؟ يعني إيه الدور بقى اللي أنت أخدتيه دلوقتي عاتق على كتفك أن أنت تشتغل عليه الفترة اللي جاية؟ في الفترة دي إحنا بنجهز دليل هننزل بيه على البيج وعلى الويب سايت، انه الدليل ده فيه كل الاراء الناس المختصه الدكاتره النفسيين اللي درسوا الموضوع وعملوا ابحاث عنه، ازاي تقولوا للطفل ان هو تم كفالته في المراحل العمريه المختلفه من اول 3 سنين لحد المراهقه. كل الاسئله اللي الطفل ممكن يسالها في حاجه زي كده ازاي تردوا، ازاي تتعاملوا بحيث انه الطفل يطلع سوي ما عندوش اي مشاكل مع الموضوع، متصالح مع نفسه وما يبقاش حاسس ان في حاجه غلط. ده شغالين عليه، شغالين على دليل تاني في كل الاحكام بقى والحاجات اللي طالعه من دار الافتاء، الجانب الديني كلنا يعني كل الاسئله بتاعته بنجاوب عليه بحيث الناس برضو تطمن اكتر. بنحاول بقى نشتغل على فيديوهات قصيره بتساعد على التوعيه اكتر في افكار مزيد. بنمسك فكره ونحاول نعمل فيديو يوعي على الموضوع اكتر، وان شاء الله لسه في بقى مقالات وحاجات كده هتنزل يعني. حلو قوي. طيب قولي لي برضو امنيه، هل كان في اعتراضات من جانب اهلك ان انت تطلعي وتحكي التجربه دي ولا لا بالعكس كانوا بيشجعوكي؟ كانوا يعني بيشجعوني جدا، كنت خايفه من رد فعل ماما عشان هي اللي هو بتحاول تحمي على قد ما تقدر، بس لما لقيتني ان انا في اكتر من مره عرفت ارد على الناس وما تاثرتش بالحاجات السلبيه اللي اتقالت، قالت لي لا خلاص انت يعني ده هيفيد جهزة. الناس وانت جاهزه وده فعلا هيفيد الناس والحاجه كويسه، فلا اطلع يعني. فهي كانت مشجعه الموضوع، وفعلا لما بقيت بقى العيله الاكبر بقى لما شافوا الفيديوهات وكل شويه يشوفوا لقيتهم بكل شويه يكلموني برافو مش عارف ايه، فتشجعت اكتر يعني. هنا الواحد لازم يكون جاهز للخطوه دي نفسيا ان هو ياخد الموضوع كفاءه. طبعا لازم يبقى جاهز نفسيا، جاهز ان دي حاجه انت لازم تكون متاكد ان انت عايز طفل وعايز تربيه واللي هو يعني تراعي ربنا فيه بكل طريقه. تبقى جاهز لنظره المجتمع اللي ممكن تبقى احيانا سلبيه، جاهز لتساؤلات الطفل ده اصلا عن الموضوع، وان انت نفسيا هتتقبل ان الطفل ممكن يقعد يسال على اهله البيولوجيين. فالمفروض انه طبعا بتوجع اي اب واي ام الموضوع ده، بس لازم انه يديله المساحه ان هو يقدر يتناقش معاه زي ما هو عايز. طيب امنيه، برضو من خلال الحمله اللي انت بتدعميها دي، هل اتكلمتي مع ناس مكفولين وكان ايه يعني، هل لقيتي قصه مثلا مؤثره شويه خلتك تاخدي الامور بشكل مختلف، غيرت نظرتك في بعض الحاجات؟ انا اتكلمت مع ناس لسه مقبله على الفكره وقالوا لي انت طمنتينا وشجعتينا للموضوع. اتكلمت مع ناس خدوا الخطوه فعلا، الاهالي يعني الامهات اتكلمت معاهم وقالوا لي ان انت ساعدتينا وممكن كده ان اولادنا يعني لو هم في سن صغير ممكن ان هو يبقى في حد يقدروا يتكلموا معاه في كل الحاجات اللي ممكن تكون مضايقاهم، او لو عندهم اسئله عايزين يسالوها لحد في مكانهم. فدي كانت حاجه كويسه. قابلت يعني كان اول مره اقابل ناس زيي ان ناس من سني وكده، واللي هو قعدنا نتكلم على المواضيع ونقارن، طب انت اتقالك امتى، طب انت مش عارف ايه، طب انت حسيتي بايه. فقعدنا نتكلم ونشارك التجربه، فالواحد بيحس انه مش لوحده في حاجه زي كده، ولقينا انه تقريبا احنا الثلاثه احساسنا هو فده كانت حاجه كويسه. ايه الاحساس؟
انه دول اهلنا فعلا، ان احنا مش فارق مع في ناس عرفوا هم كبار ناس عرفوا هم صغيرين، واللي لاحظته ان هم رايهم انه لا دول اهلنا واحنا ملناش غيرهم. فدي كانت حاجه بالنسبه لي مفرحه، انه لا في تجارب تانية كويسه يعني، ففرحت قوي بالموضوع. الاهل بالتربيه وبالتعب وبمشقه الحياه بحاجات كتيره جدا ما حدش بيحسها غير اللي عايش جواها. امنيه قولي لي انت، يعني انا حاسك دكتوره اسنان دكتوره عيون، يعني انت حلمك ايه ان شاء الله؟ يعني عايزه تبقي ايه؟ اول حاجه اتخرجتي من ايه ولا عملت ايه الفتره اللي فاتت؟ يعني انا اتخرجت من ألسن عين شمس، درست انجليش والماني، وبعد كده اشتغلت شويه خدمه عملاء في شركه تكنولوجي، اشتغلت بالانجليش والالماني، ودلوقتي بشتغل ريسورس مانجر. فاللي هو يعني بقالي سنة فيها، فاللي هو لا لسه بتعلم فيها حاجات وكده، فاللي هو لا انا قاعدة مكاني دلوقتي. ربنا يوفقك يا رب يا أمنية كده، وتحققي كل حاجة نفسك فيها، وبنحييكي على شجاعتك، وبنحيي ماما وبابا على قرارهم يعني، ويا رب يكتر من أمثالهم كده. أخيرا وسريعا رسالة كده لكل الناس اللي واقفة بتقدم رجل وبتأخر رجل، لو حابة تقولي لهم حاجة دلوقتي. حابة أقول لهم إن أنتوا مش مجرد إن أنتوا بتلبوا يعني حاجة رغبة ليكوا، لا أنتوا بتنقذوا حياة ناس فعلا. أنتوا هتدوهم فرص في الحياة ما كانوش يحلموا بيها، وده يعني ثوابه عند ربنا كبير جدا، ودي حاجة إنسانية جدا، فخدوا الخطوة. وإحنا من حملة كفالة موجودين إن إحنا نساعدكم ونجاوب على أي أسئلة ليكم، فيعني تابعونا وخدوا الخطوة بجد يعني، مش هيندموا إطلاقا. نورتينا يا أمنية. شكرا ليك. شرفتينا ونورتينا وأسعدتينا. شكرا جدا ليك. شكرا. طيب يا جماعه، يعني فكره حلوه والله العظيم، فكره جميله جدا يعني. مش عايزين نختم. والله تفضلي. طيب خلصت فقرتنا، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل عيش صح، وبعدها إن بوكس في الكبسوله، خليكم معانا.